السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بألف خير دايما يا رب. شرحنا الوورد والبابليشر، فاضل الباور بوينت. قلنا ايه الأسئلة اللي هتيجي معانا في الوورد وازاي ان احنا نعرف نحلها، وطلع الموضوع سهل جدا، وجبنا البابليشر وقلنا ايه السؤال اللي هيبقى موجود عليه وحليناه مع بعض، وطلع سهل جدا جدا برضو. طب الباور بوينت بقى، الباور بوينت برضو الناس بتتكلم فيه شوية كده، مش عارف ليه. تعالوا نشوف الأسئلة اللي إيه اللي موجودة معانا في الباور بوينت ونحلها إزاي. تمام كده؟ طيب الأكلاشي بتاعنا الثابت والعادة بتاعتنا من ستارت دايما كده، قائمة ستارت وندور على أول بروجرام وندور على المايكروسوفت أوفيس ونفتحه. المرة دي هنختار برنامج يا جماعة الباور بوينت، كليك كده زي ما اتعودنا ونفتح معانا البرنامج بالشكل ده كده. إيه السؤال اللي مطلوب هنا؟ وأنت كنت بتقول في الأول ده هيجيلي سؤال في الوورد وسؤال في البابليشر وسؤالين في الباور بوينت، هما ايه السؤالين اللي في الباور بوينت اساسا؟ هقول لك، شوفوا بقى. اول سؤال هيبقى موجود عندك في الباور بوينت، ان انا ازاي اعرف اضيف شريحه، تمام كده، اعرف اضيف سلايد سواء ايا كان نوعه ايا كان اسمه وابدا ان انا اضيفه. تاني حاجه ان انا ازاي اعرف اعمل الديزاين بتاعه، ان انا اديله شكل جميل كده. طب والسؤال التاني، السؤال التاني ان انا ازاي اعرف اعمل حركه بقى للسلايد اللي انت ضفته، او الشريحه الجميله اللي انت عملته عليها ديت، ادي لها ديزاين بقى، ادي لها شكل كويس كده. فده جزء من السؤال التاني. طب وايه بقيه السؤال؟ ان اعمل حركه بعد ما ضفت لها الديزاين وضفت الشريحه والديزاين بتاعها، انا عايز اعمل حركه يا جماعه، عايز اعمل حركه للشريحه ديت. خلاص كده، بعد ما اعمل لها الحركه بتاعتها، انا عايز اعمل حركه كمان للعنصر اللي موجود. يبقى الباور بوينت السؤال بتاعه ازاي ان انا اضيف شريحه، خلاص كده، ازاي ان انا اعرف اديها ديزاين، ان انا اعمل لها ازاي بعد كده حركه للشريحه وحركه للعنصر. لكن باقي التنسيقات والاضافات يا جماعه ارجع للوورد، ارجع للوورد. شفت بقول لك ايه تاني اهو؟ للوورد، لتاب الهوم او انسيرت، كنا بنشرح فيه كل حاجه بالتفصيل، تضيف الحاجه دي ازاي. طيب السؤال جالي هحله ازاي؟ انضاف طلب منك ان انت مثلا تضيف اكتر من شريحه. عندك هنا يا جماعه النيو سلايد اهوت من الهوم، خلاص، واختار اللي انا عايزه. عايز بقى تايتل سلايد، عايز تو كونتنت، عايز اي، بص كومبريزيشن، اي حاجه انت عايز تضيفها ضيفها. عندك انواع السلايدات كلها اهوت، يجي لك كذا، امشي على الحاجه وشوف الاسم بتاعها. فضفت مثلا عندي هنا شريحه اهيت، وجيت مثلا ضفت الثانيه، وجيت كده وضفت الثالثه، خلاص ضفت 3 شرايح مثلا. دي اول حاجه. طب انت بعد كده تعمل ايه؟ تعالى اديها ديزاين من تاب ديزاين كده يا جماعه، خلاص، وابدا اديها ديزاين. مثلا اديت لها الشكل ده كده. طب انا عايز ان كل شريحه اعمل لها ديزاين، اعملها ازاي؟ هقول لك تعمل ايه. هاجي مثلا على الشريحه كده، اقف عليها التانيه، خلاص اختارها كده. انا بص يعني في كل حاجه كنت بقول لك ايه، لازم تحدد اللي انت هتشتغل فيه عشان يتطبق معاك، فلازم نحدد الشريحه كده. حددتها، انا عاجبني مثلا الشكل ده كده، الشكل ده عاجبني او الشكل ده عاجبني، اختاره ازاي؟ اعمل كده يا جماعه، رايت كليك، تمام، واقول له انا عايزك تختار لي اول كله، ولا انا عايز الشريحه بس اللي انت اخترتها؟ لا، اقول له الشريحه اللي انت اخترتها لي بس، اقول له ابلاي تو سيلكت الايه السلايد ده بس اللي انا اخترته. فشفت بقى، ده ديزاين وده ديزاين. وهنا لو انا عايز اعمل لها ديزاين برضو تاني مختلف خالص اهو يا جماعه، تمام كده. طيب لو انت انطلب منك ديزاين معين هتختاره ازاي؟ أو انا هعرف اسم الديزاين ازاي؟ بص يا جماعه، مجرد بقف على حاجه كده بيجي لي الاسم بتاعها اهو، شفت الاسم بتاعها بيجي لي اهوت يا جماعه، تمام كده، عشان محدش يقول لي هو انا مش عارف نوع الحاجه يا ايه. انت هيجي لك السؤال مكتوب فيه عايز ديزاين كذا او عايز نوع شريحه كذا، فهتدور على الاسم تشوفه كده. السؤال سهل اهو كده. اول سؤال ان انا اضيف ازاي ديزاين شريحه واطبق عليها ديزاين، تمام كده، ادي اول سؤال اهو تحلف نفيشي. طيب اعمل بعد كده يا جماعه بقى حركه للحاجات دي. تعالى هنا مثلا، انا عايز اعمل حركه للشريحه. عندك هنا من انيميشن، خلاص شفت انيميشن اهو، اهي التاب بيقول لك انا موجود اهو. هضيف حركه للشريحه منين؟ عارف الترانزيشن دهوت يا جماعه، توت سلايد دهوت، هبدا اختار منه اي نوع شريحه انا عايز، اي نوع حركه بضيفها ازاي. لو انت انطلب منك اي اسم حركه معين، بص يا جماعه، مجرد ان اقف على حاجه كده طبيت اهيت، ظهر الاسم بتاعها نيوز فلاش. فانا لو انطلب من نيوز فلاش يبقى انا عارف ازاي. لو انا مطلوب مني ويب رايت ليفت داون، لا موجود عندي يا جماعه، اي حاجه موجوده انا بقى عارفها هنا. وبص هنا الطبق عندي هنا في كلمه ستارت او نجم هنا موجوده عندي اهي يا جماعه،
عشان تعرف ان انت طبقت الحاجه وموجوده في الشغل بتاعك، تمام كده، والبريفيو اتفعلت معاك اهو، وهنا بقت هنا على العلامه دي، لكن لو هنا كده هتلاقيها جت على حاجه تانية، ان هو ما فيش حاجه، ان هو يا جماعه اهو، تمام كده. عايز انا هضيف شريحه ازاي؟ ده السؤال التاني اهو. طيب بعد كده يا جماعه انا عايز بقى ان انا، عشان الناس اللي كانت بتقول ان الحركه يا جماعه من سلايد شو، لا الحركه مش من سلايد شو خالص. السلايد شو هو العرض، ان انا بعمل عرض للشغل بتاعي. السلايد سورتر يا جماعه ان انا بعمل فرز للحاجه اللي موجوده عندي ديت، تبدا تبين لي الثلاث اربع شرايح اللي موجودين عندي. شفت يا جماعه كلمه الستارت باينه هنا ازاي النجمه، تمام، او على حسب الاصدار يبقى موجود، يعني الكلمه تبقى مكتوبه يعني. وديت النورمال اللي هو الاصدار العادي، النوع العادي احنا بنشتغل عليه، تمام كده. طيب يعني ديت التلاته دول ادوات العرض يا جماعه. طيب حركه حركه العنصر بقى، انا عملت حركه لكل شريحه اهو، تمام، جيت اخترت دي مثلا هنا اهو، ده لو انا مش مطلوب مني اسم، يعني نوع اسم معين، لكن عشان اعرف اسم الشريحه، اسم حركه الشريحه اللي مطلوبه مني اهو، مجرد بقف عليها بتديني بعد كده الاسم بتاعها، تمام يا جماعه. طيب الموضوع سهل اهو. طيب انا حالا عايز ان انا بقى اضيف، اعمل حركه للعناصر ديت، اعملها ازاي؟ شفت ده عنصر، الشريحه هي عباره عن عناصر، ده عنصر وده عنصر، تمام كده، ده عنصر برضو وده عنصر وده عنصر وده عنصر، يعني اللي انا بضيف العناصر هي عباره عن ايه اساسا؟ هي الصوره اللي انت ضفتها، هي التكست بوكس اللي انت ضفته، هي الشرط اللي انت ضفته، اي حاجه انت ضفتها هي بتبقى بالنسبه لي عنصر. طيب انا عايز اعمل للعنصر ده مثلا، اعمل له مثلا حركه دلوقتي، هاجي اكتب مثلا في اي حاجه مثلا يا رب ينجحوا ويحلوا في الامتحان، ما أنا مش بعد ده كله ما تحلوش يعني، تمام كده. طيب انا بقى هعمل ايه؟ شفت يا جماعه انا زي ما قلت ان اي حاجه، لو انت رجعت الفيديو بتاع الشرح اللي فيه كل حاجه بالتفصيل، اي حاجه انا قلت لها تولز، لها ادوات، عندي هنا درونج يا جماعه اللي هو رسم، اه لا اهو موجود عندي هنا الحاجه بتاعته. طيب تعال بقى ادي كده للعنصر بتاعك ده كده، اديله اي ستايل عشان يبقى حتى ظاهر معايا، اكون ان انا ايه شايفه كده معايا، اديته مثلا الشكل ده كده خلاص. طيب بعد ما اديته الشكل ده كده، انا عايز اعمل له بقى دلوقتي ايه حركه موجوده مثلا معينه، هاجي على الانيميشن اهو يا جماعه، حركه العنصر، شفت القسم انيميشن اهو، مش سلايد شو يا جماعه، ركزوا، قسم انيميشن اهو، هبدا اضغط عليه كده هيبدا يديني النافذه دي موجوده معايا، وابدا ان انا هضيف. عندي يا جماعه اربع انواع من الحركات، عندي اول حاجه يا جماعه اللي هي الانترنس اللي هي الدخول، تاني حاجه اللي هي الانفاسس اللي هي التوكيد، تالت حاجه اللي هي الاكزيت يا جماعه اللي هي الخروج، والموشن اللي هي حركات اضافيه. طيب انا عايز اعمل الاول شريحه ديت حركه دخول، فعندي هنا يا جماعه الانترنس، بص عندك انواع حركات كتيره، هو تختار اللي انت عايزه. ولو يكن يا جماعه مثلا انا خدت مثلا فلاي اون دهيت خلاص، بدات ان انا اخترتها، فانا كده طبقت حركه دخول. عرفت منين؟ اول ما لقيت دي جايه كده عندي، اول ما لقيت البريفيو طبق عندي، اول ما لقيت رقم واحد ده مكتوب عندي، تمام كده. طيب عملت، اعمل عايز اعملها توكيد، او انا عايز اعمل اي حاجه، تبدا تختار هنا يا جماعه برضو كل حاجه، برضو انا عايز اعمل توكيد معين، فابدا اختارها مثلا بالنسبه للناس اللي، تعال نجيبها واحده واحده هنا مثلا، عايزين نعمل ديت مثلا برضو حركه خروج مثلا، تمام كده، يا رب ما ينسوا الحركه. طيب هنعملها ازاي؟ تعالى برضو اديها ديزاين، برضو انت بتدي ديزاين ليه؟ انا بديها ستايل ليه جديد يا جماعه في الحاجات ديت، ليه بدي ستايل؟ بدي ستايل عشان الشغل اللي انا هعمله يظهر معايا، ابقى انا شايفه، لكن لو انا ما اديتهاش ستايل انا مش هبقى شايف حاجه، هعرف ازاي اللي انا طبقته. وخلي بالك في اي حركه هعملها دايما في حركه بتبقى موجوده، بالذات في الخروج يا جماعه، لما اجي اعمل حركه خروج دلوقتي ليها خلاص من الاكزايت هات يا جماعه، ومن الاكزيت مثلا اللي انا هنا اعمل فلاي اوت اهوت يا جماعه، فاداني هنا 2 و3، هو عمل حركه للخروج للكلمه وخروج للستايل اللي انا خدته ذات نفسه للعنصر، تمام كده، للنص وللعنصر. طيب عايز تشوف الشغل بتاعك اهوت يا جماعه، اول ما اضغط بلاي كده فادي دخول وادي خروج وعلى كده، تمام، يبقى احنا عرفنا السؤال ايه. طيب بالنسبه للناس يا جماعه اللي انا لو عايز اعمل حركه توكيد، والناس اللي هي يعني عايزه تشوف الكلمات بتتغير، عايزه اشوف الوان واشوف حاجات من دي، بحس ان هم يعني ايه عايزين فرح،
ربنا يسعدكم ويوفقكم يا رب دايما وتبقوا مبسوطين كده. فعندك بص يا جماعه اي حاجه موجوده اهيت، يعني ديت من احد عناصر الفرح اهي، شفت هتلاقي الحاجه هي لوحدها بتتغير الوان كتيره اهي، تمام كده. طيب لو انا مطلوب مني يا جماعه ان انا عايز اعمل الحركه بتاع الالوان ديت تكون مستمره طول ما الشغل شغال، طول ما السلايد او طول ما العرض موجود، اعملها ازاي؟ هاجي يا جماعه هنا عليها، هنا هو كده خلاص، مش هي دي الحركه اللي انا اخترتها بتاع التوكيد. طيب هاجي اتنين كليك كده يا جماعه عليه، هتبدا يطلع لي النافذه دي كده تظهر معايا. شايف التايمنج ده اهيت، التايمنج ده يا جماعه، هاجي هنا شفت دي البيت يا جماعه اللي هنا التكرار، هبدا من هنا واقول له انا عايز يا جماعه اوف ذا سلايد، انا عايز لحد ما يبدا اللي هو ينتهي السلايد خالص، وابدا اقول له اوكي. بص اول ما اجي اعمل هنا بلاي يا جماعه، تمام كده، مجرد ما اعمل سلايد شو خلاص حركه دخول اهيت، يعني هنا كل كليك طبعا الحاجات دي مشروحه قبل كده، هتخليها شغال على كده لحد ما انا ابدا انهي السلايد خالص. عجبكم الفرح ده زي الفل. طيب يبقى احنا عرفنا السؤال التاني هو ايه، يبقى اول سؤال عندي ان انا هضيف سلايد يا جماعه، هضيف شريحه، بس عشان اسم امتحان بكره هضيف شريحه منين اهو، اسم الشريحه مش عارف اهو، اول ما اضغط كده على شفت السهم ده كده، هضغط عليها هيديني انواع الشرايح كتير، هي زي الفل كتير قوي، ربنا يبارك فيها. تمام انا مش عارف نوع الشريحه اللي انا اخترتها ليه قوي اهي، هتقول لي انت ما اخترتش الشريحه الاولى دي تايتل سلايد، تمام كده، هعرف اسم الشريحه اللي انا اخترتها. بعد كده هضيف لها ديزاين، هاجي على ديزاين اهوت تاب ديزاين، وابدا اختار ايه الديزاين اللي موجود، هختاره ازاي لو انا عايز اعمل لكل شريحه ديزاين، اهو يا جماعه كليك كده خلاص، لقيت كليك واقول له ان انا عايز الشريحه بس، تمام. طيب لو انا عايز اختار لكل شريحه الديزاين يا جماعه، بياخد كل حاجه في الشريحه، الكلام والخلفيه وكل حاجه موجوده. لو انا عايز اضيف لون، السؤال الثالث، لو عايز اضيف لون للشريحه، شفت يا جماعه هنا الباك جراوند اهوت خلاص ستايل ده اهو، هبدا ان انا اختار اهو. بص الالوان مجرد باجي بتتغير اللون بس يا جماعه، بس اللون بيغير بس الخلفيه، ملوش دعوه بالكلام ولا بالعناصر ولا اي حاجه. ممكن من الفورمات هنا يا جماعه اختار اكتر، وارجع برضو للشرح اللي احنا شرحناه، فابدا تختار منه اللي انت عايزه. شفت الفيل ده يا جماعه اللي بيجي في الفرح ده، خلاص هتيجي تجيب يا جماعه سولي ده اهوت، واختار منه الحاجه اللي انا عايزها. شفت الجردل اللي اتكرر تاني اهو، يعني الناس بقى تفتكر اللي كانوا قالوا لي على الجردل ده واحنا كنا قاعدين معاهم، فتختار اللون اللي انت عايزه. فانا هنا اخترت دي لون اهوت، تمام، جيت على التانيه كده وقلت وجيت اخترت لها لون تاني برضو زي ما انا عايز، التالتة بص وانت فاتحها زي ما هي اهي، بختار اللون اللي انت اي لون، تمام كده، بحب انا اللون الاخضر دايما وهو يا جماعه. وابلاي انا هطبقه على الكل، رضيت لو انا عايز ارجع لاي حاجه كلوز وانا هقفل حاجه كلها يا جماعه، خلاص كده ده هطبقه على كله. شفت ابلاي اللي طبقت على ايه؟ على كله. لكن انا عشان تخيل بالك انت بتعمل الحاجه تعملها ازاي، دي لونها اهيت وجيت على ديت خليتها مثلا اللون بتاعها الاحمر، اللون ده مثلا جيت خليته اللي هو اللون ده كده، تمام كده، وابدا اقول له ايه يا جماعه، انا هقول له كلوز وبس، مش اكتر من كده خلاص، عشان ما حدش يعمل ابلاي، تقول ابلاي ده هتعمل على كل حاجه، طبق على كله، لكن انا هنا بقول له كلوز خلاص. يبقى عرفنا الاسئله اللي موجوده عندي في الباوربوينت، ان انا اضيف شريحه، بص بعيدها تاني اهو، ان انا اضيف شريحه، او ان انا بعد ما اضيف الشريحه ده الديزاين، بختار ديزاين ازاي لكل شريحه، او اضيف لي لون، وبعد كده بعمل حركه للشريحه كلها على بعضها من هنا من ترانزيشن يا جماعه. والسؤال اللي بعده ان انا الكاستم انيميشن بعمل حركه لكل عنصر، انا عندي عنصر اهو دي العناصر، تمام كده، مش الكلمات، العناصر اهي، فانا عايز اعمل عنصر اللي هنا، ببدا هنا يظهر معايا النافذه دي كده. انت عايز انت عايز الحركه بتاعتك دخول ولا خروج ولا ايه بالظبط، ولا حركات اضافيه، فهو يا جماعه يبقى عارف الانترنس هو دخول، بص الاخضر دخول، الاصفر ده توكيد، الاحمر ده ايه خروج، تمام كده، يبقى احنا عرفنا كل حاجه. فتبدا انت اما يجي هنا يعني الامتحان يجي لك حتى الكلمه انجليش حتى تبقى انت عارفها معاك، تبقى سهله يعني، تختار نوع الحركه اللي انت عايزها. ادي الامتحان بتاعك يا جماعه، الامتحان ما ياخدش 10 دقائق، الامتحان سهل جدا. ادي الاربع اسئله اللي هيبقوا موجودين عندك، سواء اللي كان في الوورد او في الببلشر او في الباوربوينت، باوربوينت سؤالين اتنين اهوت اتحلوا معاك،
ما خدوش وقت، سهلين جدا. تمام كده، مش عايز اطول وقت الفيديو يا جماعه، يا رب تنجحوا يا رب، وما تنسوش اي حاجه كده، وربنا واطلعوا فرحانين يعني من الامتحان، ان شاء الله اطلعوا فرحانين يعني. اقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احمد سليم.